بسم الله والحمد لله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك وزِد على سيدنا رسول الله. اللهم ارزقنا محبَّته، وارزقنا شفاعته، واسقنا بيديه الشريفتي شربةً هنيئةً يا رب لا نظمأ بعدها أبدًا. اللهم رضِّنا بما قسمته لنا يا رب، رضِّنا بما قسمته لنا، ولا تشغلنا بما لم تقسمه لنا، وبارِك لنا فيما عندنا، وزدنا من فضلك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، ثبِّتهم قويهم، اللهم ثبِّتهم يا رب العالمين، اللهم صوِّب رميتهم، اللهم أوقع الرعب في قلوب الصهاينة، اللهم شتِّت شملهم، فرِّق جمعهم، اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين عامةً راية، ولا في فلسطين خاصة يا رب العالمين، ولا تحقق لهم غاية بعد الصلاة على رسول الله. الحديث السادس في الأربعين النووية، رحمة الله على الإمام النووي المجاهد الصابر العالم الأشم رضوان الله عليه. كتب الله لهذا الرجل الذي لم يتجاوز 46 سنة، نحن 46 سنة ممكن تعرفش اسمه، وأطباق الأرض وكل من على الأرض، أو ربما لا يوجد مسجد على وجه الأرض إلا وذكر فيه اسم الإمام النووي، صح ولا غلط؟ في كتاب رياض الصالحين مثلا، صح إخوانا؟ اللهم اجمعنا مع رسول الله، تديك إشارة ودلالة أن عملك وسمعتك تعيش أطول منك. أنت ابن 40 سنة، الإمام النووي إخواني بعد الصلاة على رسول الله 46 سنة، وما زال الجيل بعد جيل يقول قال الإمام النووي. حافظ على سمعتك، حافظ على عملك، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها رب العالمين. الحديث السادس، ومهم جدا أن تعرف هذا الحديث من بين 40 خاصة، والله مهم جدا، يا رب اجمعنا مع رسولنا. الحديث السادس يقول فيه الشيخ: الحلال والحرام وفضل اجتناب الشبهات. صليت بنا على رسول الله؟ تعال نسمع الحديث إجمالا وركز وصلي بنا على رسول الله. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله، صلي على رسول الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وأن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات ورواية متشابهات، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وأن لكل ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. صدق رسول الله. ألا وهي القلب. طب ممكن نعيد الحديث ده مرة تاني؟ بالله عليك اصبر علي، معلش هتروح بدري ما تخافش. قال النعمان بن بشير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه،
ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وأن حمى الله محارمه، ألا وأن في كل جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النبي يقسم في هذا الحديث أن جميع الأعمال تعود إلى واحد من ثلاثة. الأمور كلها، كل الأعمال يا إخواننا وكل الأمور على ثلاث حاجات، إما حلال أو حرام أو متشابه. صل بنا على رسول الله بسرعة كده عشان نأخذ المعلومة. ما هو الشيء الحرام؟ قال الإمام أبو حنيفة: الحرام ما دل على تحريمه، ما جاء الدليل على تحريمه. طب والحرام؟ سيدنا الشافعي يدخل يقول لك: قال الشافعي: والحلال ما دل ما دل الدليل على أنه حلال. صل بنا على رسول الله. طب والمتشابه؟ قال: ما تنازعت فيه الأدلة حرام حلال على ما أعتقد. على صل بنا على رسول الله. قالوا: ما تنازعت وتجاذبت فيه الأدلة يسمى إيه؟ يسمى يا إخواننا يسمى متشابه. لا عارفين نقوله عليه حلال واضح، ولا عارفين نقدر نجزم أن نقول أنه حرام. طب نعمل فيه في رقم ثلاثة؟ اصبر معنا لغاية الدرس عشان الموضوع ده يهمك، عشان تنظف نفسك من أي اتساخ ومن أي وسخ تعلق بك طول عمرك، لأنك أنت في حاجات بتعملها واخدش بالك منها. أي والله، واحد حبيب امبارح بيتصل عليا ويقول لي: يا شيخ بالصراحة أنا طول عمري من زمان ما خدتش بالي إن أنا كنت بشتري الذهب بالتقسيط. اشتري الذهب بالتقسيط وليه هو حرام؟ حرام؟ تخافش؟ حرام يا إخوانا ولا حلال؟ حرام. فيش غير الراجل ده بيقول حرام يا إخوانا. الله يحرم على اليهود عيشتهم يا رب. حرام يا إخوانا ولا حلال؟ طب ليه سكتينا؟ أخوي يا رب اجمعنا مع رسول الله. قلت له: طب ليه ما سألتش؟ ما كله بيعمل كده. دي إجابة أخوانا في الله توديك جهنم وانت مرتاح. لأنهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على وإنا. يا إخوانا صليتم على رسول الله؟ قولوا: إحنا خلاص ماشيين على طريقته، مهتدون مقتدون. أنا طول عمري أطلع الموضوع ده. صليتم على رسول الله؟ لك ما عندك وقت لتسمع عن الله يا إخواننا. فيش حد يا إخواننا، البطاقة مش هتدخلنا الجنة، مش هيلموا البطاقة يوم الجنة يا جماعة. أحمد محمد محمود عبد الرحمن، أيوة قدامه مسلم، ادخل الجنة. لا مش كده. ممكن يدخلها واسمه مايكل، ممكن يدخلها واسمه حنة، بس يكون مسلم أسلم يعني. صليت على الأسماء ما تغنيناش، ما لناش دعوة بيها. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان اسمه أحمد ولا محمد ولا من كان تقيا. تقيا لازم تفهم القضية يا أخويا. طب أنا عندي همسة بسيطة جدا والله العظيم، من كلام ده من قلبي والله، وخاصة يعني لإخواننا اللي تجاوزوا الأربعين. أنت عايز إيه؟ مش تهدى وتشوف الأربعين سنة دول عملت فيهم إيه؟ أيوة ده إن العمر ده حساس وأثنى الله عليك. أيوة إزاي يا عم الشيخ؟ حتى إذا بلغ 40 سنة يعمل إيه؟ قال: يا رب عايز إيه يا ابني؟ عايز إيه يا عبدي؟ يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وبعدين اللي جاية دي، وأن أعمل صالحا ترضاه. طب وعايز إيه تاني؟ قال: وأصلح لي في ذريتي. ليه؟ إني تبت إليك، أنا نادم على 40 سنة اللي عدت، 50 سنة اللي عدت. لازم يا شباب، أما أنتم يا شباب فهنيئا لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. نمبر تو، نمبر تو مش نمبر ون، في السبعة وشاب نشأ في طاعة الله يستظل بعرش الرحمن. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب. طيب تعال بسرعة عشان نروح نفصل بعض الكلمات. قال النبي إن الحلال بين. الحلال بين والله، والله العظيم أنت عارف، والله أنا عارف، وهو عارف، وهي عارفة. الحلال بين واضح كوضوح الشمس في كبد السماء. فتحت التلاجة افتحتك وجدت كده منجاه كده مستخبية من الأولاد، قمت فرمتها كده، حلال ولا حرام؟ حلال صح؟ جميل يا اخوانا. وانت ماشي عملت لك سندوتشين، وانت طالع وانت نازل شغال، انت في البيت بتكركب وشغال اكل وضح، حلال. جميل يا اخوانا. الله اكبر، دخلت السوبر ماركت اللي تحت بيتكم، الراجل بيبيع كل حاجة، دخلت ومش شايفك، ضربت لك اتنين ايه زبدو، صليتوا مع رسولي من غير ما حد يعرف. ها؟ الاول اللي فوق كان حلال تاعك، وضوح الشمس، او الله العظيم حلال. والله قال ذلك يا اخوان، صليتم على رسول الله، قال مولانا تبارك وتعالى فكلوا من طيبات ما احل الله لكم. كل من الطيبات، كل من بتاعك. ايوه بتاعك حلال، حلال يا اخوانه. قال الحلال بين، مش محتاج ان انا اطول فيها كثير جدا. وافضل ما يا اخواني في الله، افضل الارزاق التي تساق الى العباد ان يرزقك الله الحلال ولو كان قليلا، لان الحلال معه البركه ولو كان قليلا. يا اخوتي تجده يشتغل وظيفه بسيطه جدا وعنده زي ما بيقولوا كده ورطة عيال، مش عارف كلمة ورطة دي يعني معناها ايه، ورطة يعني مشكلة، عنده عدد من الأولاد، والله ورط، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، صليتوا على رسول الله، ما عدد، ووظيفته عادية خالص، تسأله عم الحاج، أنت لك شغلانة ثانية؟ يقول لك أبدا والله ما شغلانة ولا حاجة، الحمد لله، مش معنى مع النبي محمد، يا عمي، أنت معاك بتوكلهم إزاي؟ والله العظيم الحمد لله، والله الحمد لله يا شيخ، وهو موظف زينا، والله احنا اثنين مرتبنا واحد وجلال الملك واحد، وفي حياتنا ما وصلنا لاي رقم باربع اصفار، اي رقم، اي رقم باربع اصفار، والله ما وصلنا له ابدا ابدا. صليتم على رسول الله، بس ممكن يكون 1500 يعني على رسول الله. الشاهد يا رب اجمعنا مع رسول الله، سعيد ومبسوط، وتجده بنفس الورشة اللي انت شغال فيها، وبيركب نفس الميكروباص اللي انت بتركبه، وشغال على توك توك زي ما انت شغال، وفي مطبعة، وشغال في بنك، ولا شغال مش عارف فين، ونفس المرتب. بس يا ابني انا عايز افهم، عايز افهم، عايز افهم بالراحة، انت بيكفيك ازاي؟ بيكفيك ازاي؟ والله بيكفيني الحمد لله. صليتم على رسول الله، بس لو فتشت عليه أنه تجد أن من أكبر العوامل التي جعلت هذا الرجل أنه سعيد أن مرتبه من حلال. حلال، حلال يعني بإذن الله ما فيش روشتة كل يوم، حلال يعني بإذن الله في عافية في الأولاد في المذاكرة بإذن الله، حلال تجده محبوبا بإذن الله تعالى. حلال يا إخواتي في الله، أو والله يا إخواننا لن تجده أبدا كذاب ولا بوشين ولا بتلات وشوش. صليتم على رسول الله، حلال ما عندوش خيانة، حلال الفجر عنده زي المغرب، حلال أو والله ما كده، دي القواعد يا إخواننا، دي القواعد الثابتة يا إخواننا. احنا بندور على بديل مع أن الأصل موجود يا إخواننا، الأصل موجود. ولو أن أهل القرى آمنوا، ده الأصل، آمنوا عملوا إيه؟ واتقوا لفتحنا عليهم إيه؟ بركات، مش أموال، بركات.
والله العظيم يا اخوانا، اخويا او حبيبي يعني واحد جاري كده سباك بيشتغل لي شغلانه في البيت، بيقول لي صدق ايوه صليت على الرسول، اقسم بالله الكلام ده حوالي من زمان يعني حوالي من 15 سنه، قبل ما يعوم وقبل ما يطلع، قبل ما يعوم وقبل ما يطلع الجنيه بتاعنا، صليت على رسول الله قبل ما يئب ويغطس، صليت 15 سنه يعني يا معلم اوعى وشك، اوعى وشك فعلا اوعى وشك. فبقول له حساب كذا والحمد لله، طب خلاص مرضي الحمد لله تمام. شيخ بقول والله يا شيخ مش عارف ازاي حصل النهارده او امبارح، غريبه جدا، بيشتغل مع واحد مع الفئات العاليه اللي هم الحي الخامس والسادس والسابع والثامن اللي فوق ده، صليتهم على رسول الله في التجمع الخامس. فبيسالني بعد ما خلص كام يا ابني، قلت له 500 جنيه ولا 700 جنيه مش فاكر بس بالظبط. فبقول له ممكن اسالك سؤال يا ابني؟ هو الراجل بيساله، بقول له انت كل ما تعمل لك الليله دي كلها اخر الشهر بتحصل لك كام؟ قال له بفضل الله رب العالمين ممكن حصل لي 3 4000 جنيه والحمد لله فول. الله الله الله. قال له يا ابني دول بيوكلوك عيش؟ بياكلوك عيش؟ بياكلوك عيش يا اخوانا؟ ده على ما اعتقد وانا في وزاره الاوقاف كنت باخد 240 جنيه مش في الساعه. احسن تحسبني زي محمد صلاح. والله بقول له يا ابني تاكلوك عيش؟ قال له الولد قال له اقسم بالله بياكلوني بسبوسه مش عيش. هو قال لي كده جميل يا اخوانا؟ قال له والله يا ابني ان انا بتقاضى شهريا غير شويه الحب تحبيشات 50,000 وما بيكملوني 15 يوم. 15,000 عفوا انا 50,000 مش 15,000 50,000. الواد مش عايز يبص على 500 جنيه اللي خدها. يا الله يا اخواتي على الرضا، حلال ابحث عنه وركز عليه وعش عليه، وما يقدره الله لك سوف يصل اليك. تعيش على الحلال وتربيهم على الحلال، يطلع واد فيهم فرود كده مورور مورور زي ما بيقول كده الصعايده مورور. الله يتنقل في مجال العلم يا اخواني، ثم يفتح افتح افتح خلاص يحولك انت وامه الى التجمع الخامس وبرضك بالحلال. ان كل شيء خلقناه بقدر، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بمقدار بمقدار. يا اخوتي عيش على الحلال. الشاهد دي النقطه الاولى الحلال، والحرام والحرام ايه بين برضك. والله من غير ما نلف وندوره ان انا عارف ده حرام وانت عارف ده وهو عارف انه حرام صح. ده على راي الراجل يقول لي عم الشيخ ده البسه اللي هي القطه بتعرف الحلال من الحرام؟ قلت له ناخدوها معلومه منك ياب، ما انت ساعات تحس كده تسمع برضك بعض الكلام الحلو يعني. قلت له والله ناخدها منك قصه البسه دي، خش بالبسة يا ريس. قال لي يا شيخ لو احنا بناكل تيجي القطة جنبك كده تروح تتحلس فيك وتتملس وتروح ترميلها، ايام ما كان في لحمة يعني تروح ترميلها اي حاجة من ايه من الزبدية بتاعت اللحم صح، تاخد كده وتاخدها وتاكل وهي وتلعب في ديلها كده وتتنطط جنبك وتاكل صح. اما لو جريت على البوتاجاز وخطفت حتة تعمل ايه صح؟ قال لي الأولانية إنها كانت حلال عارفة بتاكل بالراحة، والتانية خدتها وعملت جريت. وضع الله في قلوبنا يا إخوان القلوب عاملة زي الفلاتر كده، العمل يمر عليها من كان فيه خير، إذا أي عمل يدخل إليه إذا كان حلال تجد القلب استقر واطمأن، وإذا كان حراما أو فيه أي مشكلة تجده مش مرتاح. لك والله انا ما مرتاح، انا ادوني ال 200 جنيه دول بس مش مرتاح والله، انا لقيت قالوا لي خد لك 2000 جنيه بس مش مرتاح. ليه مش مرتاح؟ لو ضربت طبقين اي حاجه هترتاح؟ لا يا اخي، القلب يا اخوتي. صليتم على رسول الله تجده غير مضطرب،
ده دي مش بتاعتي، وحتى لو خدتهم دي مش عدتك. شغال في ورشة وبصيت لقيت لك 200 جنيه 300 جنيه مركونين تحت في أي مكان، ورحت ضاربهم في جيبك ودي مش عدتك. تجد وانت روح الآن ومتوتر القلب، انت دخلت له حاجة غلط غلط. فالحرام برضك بين يا إخوتي، إن من غضب الله على العبد أن العبد يأكل مما حرم الله. ارضى بيها، ما تخافش، ما تبصش الآن على ما قد أخذت من حرام، لكن انظر إلى العاقبة يا إخوتي. يا إخواني يكفي فقط آكل الحرام أنه لا ترفع له دعوة، لن تستجاب له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، أو كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال الله: يا أيها الذين أمنوا برضك كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي محمد الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يطيل السفر، اسمع، يرفع يديه إلى السماء، يرفع يديه: يا رب يا رب يا رب يا رب، واخدها دعاء: يا رب اشف ابني، يا رب بنتي تتجوز، يا رب ابني يخلف، يا رب شغل النار، وما فيش دعوة استجابها الله. ليه يا رسول الله؟ قال: ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وغزي بالحرام، أن يستجاب له. أبواب البركة تغلق أمام آكل الحرام، أمام آكل الحرام يمحى أثره، تجد العواقب سريعة جدا. خبط له من هنا حاجة بحرام، أي حاجة صليته مع رسول الله، ولو خدها بالخديعة ممكن تستهتر، ممكن تقول يعني هو يعني حبكت حاجات بسيطة عم الشيخ، احنا مش زي الحيتان، ده احنا بناكل زي السمك حاجات فتافيت كده. لا يا أخي، سيبك من الفتاتيت وسيبك من أي حاجة، وكلها بمرضات الله، واعلم أن الله عنده الحرام حرام، ولو كان في عينك حقير أو صغير. اسمع للنبي وهو يقول: من اقتطع حق امرئ بيمين، والله بتاعتي دي، والله بتاعتي، ويمشي بتاعتك، يقول له خدها يلا مع السلامة. عارف النبي قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين، ما له رسول الله؟ قال: طوقه الله من فوق سبع أراضين. استنى، وفي رواية قال: من اقتطع حق امرئ بيمين، صليت مع رسول الله، إلا وحرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. الصحابة قالوا له: يا رسول الله، طب الحاجة الحرام دي لو كانت بسيطة صغيرة خالص؟ قال: ولو كان عودا من أراك. الحاجة اللي انت خدتها مش بتاعتك دي، لو كانت قد السواك، هتجد العقوبة في ولدك، تجدها في زوجتك، تجدها في العربية بتاعتك، تجدها في مشكلة طلعت لك من تحت الأرض كده. يا إخوانا، هذه الأرض لها ملك يديرها كيف يشاء، صليتم على رسول الله، فراقب ربك دايما. فالحرام بين والحلال بين. فاكرين قصة سيدنا إخوانا في الله سيدنا عيسى عليه السلام، لما كان معه رجل وكانوا يمرون مع بعض، ويتنقل سيدنا عيسى من مكان لمكان من مكان لمكان، وكان معهم ثلاثة أرغفة، صليتم على رسول الله؟ قال له: يا ابني هاتلنا الأكل عشان ناكل. صليتم على النبي محمد؟ الواد لما راح يجيب الأكل، صليتم على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ضرب له رغيف راح أكله كأكل رغيف، زي ما انت بتقول لك والدتك: هات يا ابني الفاكهة، فانت شغال في الفاكهة وانت جايب الايه الطبق، صليتم على رسول الله؟ فالرد راح ضرب له رغيف. سيدنا عيسى شايف وهو بياكل الايه الرغيف، قال: يا بني لقد كان في ها ثلاثة أرغفة، فين البيت الرغيف الثالث؟ قال: والله ما رأيته، والله ما شفته. ربما يكون روح مشوار، طيب يعني الرغيف العيش ده ممكن يكون راح للألف مسكن وحيرجع يعني. عارف سيدنا عيسى لما سمع الرجل يقول والله، قال: صدقت وكذبت عيني. صدق كذبت عيني يا عم، بس ده ما ينفعش يتصاحب.
نصيحتي يا أخويا نظف نفسك، كن نظيف. سيدنا النبي قال ذلك، قال لا تصاحب إلا مؤمنا. ما تصاحبش غير واحد مؤمن، واحد ابو الشين والله راح يقلب عليك، فهم مني لله. واحد كذاب اقسم بالله حيدمرك. واحد ليه في سكه النسوان اقسم بالله ما هتنفع. في سكه المخدرات خلاص خلاص محجوز مكانك والله. النبي قال لا تصاحب الا مؤمن، لا تصاحب الا مؤمنا يا اخواتي، النبي قال كده. لا بس على فكره هو بس عنده داء وحش، بس انك كذاب شويه، بس انا بعرف امشي والله العظيم. اه والله العظيم كذاب وبتعرف تمشي. كيف تمشي يا اخي؟ صليتم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن زك سيدنا عيسى قال خلاص يا رب اجمعنا مع النبي محمد. قال تعالى فكوم سيدنا عيسى ثلاثه اقوام من التراب، ثلاث اقوام من التراب، واحد اثنين ثلاثه، فضرب عليهم سيدنا عيسى فصاروا ذهبا. اسمع، فقال يا نبي الله لمن هذا الذهب؟ قال هذا لي وهذا لك وهذا لمن أكل الرغيف. قال أنا. الصراحة راحة، الصراحة راحة. قال إذا لم تصاحبني خلاص خذ الثلاث أكوام. فجاء جماعة من الناس صليتم على رسول الله، أو اثنين من اللصوص دخلوا على الرأي، خذ يا معلم. إيه ده؟ بص يا نفرومك يا كل واحد ياخذ كوم. قال لهم لا بسيط، كل واحد ياخذ كوم. صليتم على رسول الله؟ طيب ماشي، أي رأيكم أروح أجيب لكم طعام على بال ما تحطوا كده ونقسم مع بعضينا؟ قال لهم ماشي. فهو راح وجاب الطعام فوضع فيه السم، وهم اتفقوا أول ما يجي نعملوا فيه إيه؟ نفرمه، صح يا إخواننا؟ جاب لهم الطعام وهو مملوء بالسم، حطوا قدامه. جميل يا إخواننا، أول ما حطوا الطعام امسك يا معلم فقتلوه اللي هو الكذاب الأول، وهم كمان أكلوا السم فماتوا. فعاد سيدنا عيسى فوجد الذهب والقتلى من حوله، قال هكذا تفعل الدنيا بأهلها. ثم ضرب على الذهب فعاد التراب إلى كما كان. الشاهد ارضى بالحلال. جميل إخوانا، وبينهما أمور مشتبهات بين الحلال والإيه والحرام. يعني مشتبه يعني ممكن 90% من العلماء قالوا حرام وعشرة في المئة قالوا حلال. جماعة قالوا حلال، جماعة قالوا حرام. صليتم على رسول الله، تنازعت فيه الأدلة. أعمل لنا في الحاجة اللي فيها شبهة، أي حاجة في حياتك فيها شبهة، أي حاجة يا حجة عايزة تعملها بس فيها شبهة، يا عم الحج لو في أي حاجة برضك حاسس اللعبة دي فيها شبهة، الوظيفة دي فيها شبهة، المال ده فيه شبهة، السفرية دي فيها شبهة، ماذا نفعل؟ حيجيبك سيدنا النبي. قال قال صلى الله عليه وسلم لا يعلم الشبهات كثير من الناس، ما انت مش عارفها لا حلال ولا حرام ولا ايه. قال النبي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. حاجة بين الحلال والحرام اعمل ايه؟ ابعد عنها. اختلف الناس فوائد البنوك حلال ولا حرام؟ حلال حرام حرام حلال. فبيقول افضل طريقة ابعد، اسلك بعيد. بس انا قلت لك حلال وقلت لك حرام، جماعه بيقولوا حلال وجماعه بيقولوا حرام، نعمل ايه؟ ابعد عنها وخلصنا القضيه. استثمر مالك، سرميه في مرضات الله وخلاص، وكده كده حتموت. جميل يا اخواننا. طيب يبقى صلينا على سيدنا رسول الله، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. طب اللي حيبعد عن الشبهات ما جزاؤه؟ ايه الاجر اللي حياخده؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. هتحافظ على دينك وتحافظ على عرضك،
تحافظ على دينك انك مش هتستسهل الامور، اي حاجة فيها شبهة ابعد عنها. وعرضك ان الناس مش هيتهموك بالباطل، ده يقول لك ده كلها دي اموال حرام، ده كلها اموال فيها حرام، وتبدأ الناس تخوض في عرضك. اي والله يا اخوانا صليتم على رسول الله، يا رب اجمعنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، الحاجة اللي فيها الشبهة دي، وقع في الحرام. ايه معناها الكلمة دي يا اخوان؟ انك انت لما تستسهل في كل الامور يجرك المشبه الى الحرام، زي ما قالوا قديما ان المعاصي بريد الكفر، صح؟ المعاصي وكثرة المعاصي ده عنوان للكفر. وزي لما تكلم القرآن الكريم عن القتلة من اليهود، قال ربنا تبارك وتعالى صليتم على رسول الله أخواني، قال ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا. هم ما قتلوش أولا، ده هم فضلوا في المعصية في المعصية وفي البعد عن الله، وآخر حاجة عملوها إيه؟ آخر حاجة قتلوا صليتم على رسول الله. فكذلك المعصية تجرك إلى معصية، إلى معصية أكبر منها، فالشبهة تجرك للإيه؟ للحرام. زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق، لعن الإيه؟ السارق يسرق البيضة، البيضة اليوم 5.5 جنيه أو 6.25 جنيه دي، صليتم على رسول الله، البيضة يا إخواننا، قال يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل، ده تاريخ الحبل، حبل الغزيل ده من زمان يا اخوان، سرقة حبل الغزيل ده من زمان تاريخ. والله اول مرة اخد بالي من المعلومة دي، اقسم بالله. قال يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل وتقطع يده. ايوه، ما انت تجد اي حرامي عملاق من الحرامية اللي لها وزن، يقولك حرامي ليه وزن، صليتم على رسول الله. الحم اللي هم الحرامية الكبار، أول ما سرق، سرق إيه يا إخوانا؟ أول ما سرق، سرق مثلا دخل على والدته مثلا بالجمل، لا، ده هو بدأ يسرق البراية، البراية بتاعت الطفل اللي جنبه. ثم الله يفتح عليك يا جيبها فين دي يا؟ أبدا يا أم الله، ده أنا وعد صح، الله يفتح عليك هتنا منه. لا يا حاج ما تخافيش، بكرة هجيب لك الألم عشان تبروا مع بعض. صليت بكره اجيب الالم، بعد اجيب الكراسه، بعد اجيب الشنطه كلها. ايوه يا اخوانا، يبدا في سرقه السندوتشات، وتقول لك ما كلهم عيال زي بعضيهم. طب يطلع شويه يخش على الاعداديه، صليتوا على رسول الله، يجيب المحفظه بتاعت المدرس، صليتوا على رسول الله، يطلع على الثانويه يجيب المدرس. خلاص تدرج، ما هي دي المعصيه، هي دي يا اخواننا. سيدنا النبي بيحكي الحكاية، يقول صلى الله عليه وسلم لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق صليتم على رسول الله، العب خلاص الراكب مع واحد عجبتني حاجة في العربية معلقة اروح حاططها في جيبي، يعني حبك ده كلها ب5-6 جنيه. طب و5-6 جنيه يا ابو عم تطلع خلاص، بكره اروح جيب اي حاجة، اجيب الطفاية، اجيب الاستبني بتاع العربية، خلاص تدرجني، خلاص نزلنا في الايه؟ في الوحل يا اخواننا. فالنبي يقول كده ان الشبهات بتأدي لايه؟ للحرام يا اخواننا، صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حكم الحرام يا اخواتي، حكم الشبهات انا اعمل فيه ايه؟ اختلف العلماء، هل الشبهات حرام؟ فريق قالوا حرام. طب هل الشبهات حلال؟ فريق قال حلال. لكن هناك فريق قد انتصف بين الفريقين فقال فيه شبهة تورع عنه وابعد عنه. فاكرين قصة سيدنا أبو بكر الصديق لما كان من عادته أنه قبل أن يأكل كان يسأل الغلام يا ابن الطعام ده جبته من فين؟ قال له كل يوم جبته من كذا، فيأكل سيدنا أبو بكر. ففي يوم من الأيام كان جائعا سيدنا أبو بكر فأكل، ضرب له 200، قال يا بني من أين هذا الطعام؟ قال سيدي لقد كنت قد تكهنت، كنت شغال في الكهانة. ايه الكهانة دي؟ انك تخبر باخبار ما لهاش واقع. ابنك معمول له عمل ومعمول فين؟
في مش عارف في الجبل الفلاني تحت الحجر الفلاني في المكان الفلاني. جبتوه من فين القصة دي يا اخواننا؟ ما اعرفش. اديني اسم امك. ليه اسم امي طيب؟ واسم ابوك؟ طب ليه دخلت ابويا كمان؟ طب ما تنفعش اسم حماتي معايا؟ لا ينفعش حماتك. صليتوا على رسول هذا يا اخواني دجل. لا تعطوا اذانكم ولا عقولكم على فكرة. انت ابنك مش هيخلف. ليه؟ اصلك معمول له عمل على الرحم. مين يا حاج قال كده يا اخواننا؟ هو الشيخ ده تخصص مثلا مسالك بولية؟ مش عارف. من اين جبنا المصايب يا اخواننا؟ لعدم يا اخواننا لعدم معرفتنا بالله. ان كل شيء خلقناه بقدر. هو السيدة زوجة سيدنا زكريا اللي هو يا اخواننا في الله بلغ 80 سنة وما عندوش كان اولاد، كان معمول له عمل برضك؟ وسيدنا إبراهيم اللي بلغ 86 سنة كان عنده مراته مثلا؟ الله الله. إن كل شيء خلقناه بقدر. الكهنة يحكي لك حكاية وأي واحد تقعد معاه مئة دجالين دول ولا قص، أنت عندك صداع. ومين ما عنده صداع يا أخوانا؟ صليتم على رسول الله. أنت خايف من حاجة والحاجة ما تخافش منها. الله الله ده خايف. والله صح. ونفسك في حاجة. الله عليك يا شيخ. إيه ده بقى؟ وعلى فكرة أنت بتظهر لك خرابيش في جسمك وفي كدمات بتحصل لك وبتقوم بتصوت. ده كويس أنه بيصوت بس. صليتم على رسول الله. وبتشوف مش عارف إيه، ودايما زهقان من الشقة، ودايما زهقان من عيالك، وزهقان من مراتك وحماتك، بتاخدها بالحضن فرحان بيه. ده كلام ده يا إخوانا؟ بتقول له صح والله، والله كلامك صح. طب يا عم لا، ده العمل بتاعك ده عايز شغل. عايز ايه يا عمي؟ خد بقى اكتب لك لسته كامله. وعلى فكره احنا كل مرضات الله وما بناخدش فلوس. تجيب لي بص زعتر، وتجيب لي زيت الزيتون وعسل. يا راجل الراجل بيكلمك عمره ما كان العسل. اتق الله، اتق الله. وزيت زيتون يا اخويا والله هو اقسم بالله اغلب الناس ربما ما اكل فعلا ولا شاف زيت الزيتون. لكن لما يدخلوا بموضوع العلاج وموضوع السحر، فين بيبيعوا فين زيت الزيتون؟ والراجل يمسك زيت الزيتون كده يقول له هو زيت الزيتون ده؟ يقول لا والله هو زيت الزيتون. اتقوا الله عباد الله. خذ باسباب النجاه واسباب العلاج. سيبك من الموضوع ده. يبقى يا اخواننا سيدنا ابو بكر بيقول له يا ابني انت عملت ايه؟ قال قد تكهنت في الجاهليه. في الجاهليه والراجل انا ضحكت عليه كمان في الجاهليه، ما كنت لا احسنها، فاعطاني اليوم دجاجه، اداني فرخه النهارده فطبختها ليك النهارده. عمل ايه سيدنا ابو بكر؟ قال الله يفتح عليك، والله يا اخي الواحد من زمان ما اكلش فراخ. لا والله. اخذ يستقي ما في بطني سيدنا حتى احمر وجهه وكادت عيناه ان تسقط، ثم قال اللهم اني اعتذر اليك ما دخل بين الضلوع وما سفته العروق، سامحني يا ربي في الطعام اللي دخل. فكيف بمن هو ملبسه من حرام ومأكله من حرام وبيته من حرام والعفشة من حرام والشقة من حرام والصبة من حرام والبيت، ويقول لك والله بس أنا عندي شوية خنقة بس. الله يفتح عليك. مش عيب يا أخوي تعيش فقير. مش عيب أنك أنت تروح وأنت تعبان وترمي نفسك على السرير وتحس جسمك كله بينشر. ده في حديث يعني بس هتأكد من صحتي يعني المرة الجاية إن شاء الله. سيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. مش عارف تحط دماغك على المخدة من كسر التعب وانت تعبان يغفر الله لك. قال فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي بيضرب لنا مثل، زي الراعي لما ياخد البقرة بتاعته ورايح يرعاها، هو عنده قرطين أرض. جميل يا اخواننا. القراطين ما يجيش العرض بتاعهم يا اخواننا 20 متر ولا 30 متر. صليت مع رسول الله. يروح هو عشان برضك ايه راجل يا اخواننا عنده ذكاء، يجيب حبل ويربط به البقره، حبل حركه 50 60 متر 200 متر، ويروح يحط الوتد فين؟ في الارض بتاعه، ويضرب كده ويسيبها عاد تمشي مترين، تمشي خمسه، تمشي سته، تلاقي البقر لفت على كل الايه المحاصيل. يجي اخر الليل اقسم بالله رابطها في الايه في الاراض بتاعي. النبي بيضرب لك مثل عملي. كالراعي يرعى حول الحمى
يرعى حول الحمى. الحمى اللي هو الحدود، هذا الحد بيني وبينكم كذا. صليتم على رسول الله؟ أيوة. زي أخواننا النخلة في أرض جارك، وراس النخلة فين؟ في أرضك، وانت وعيالك شغالين. تقول أنا مالي يا عم، ده عندي، ده رزق ساقه الله. من قال لك؟ طبعا لا يا إخوانا، صليتم على رسول الله؟ ولا واحد إلا حاجة بتاعت سبحان الرزاق يا أخي، يا أخي مش بتاعتك، يقول لك ده ربنا رزق. لا والله ما رزق. صليتم على رسول الله؟ كالراعي يرعى حول الحمى، رابط البهيمة بتاعته على الحدود. لكن هي بقرة، هتفكر تقول ايه؟ اوعى تدخل يا بقرة عشان هنا حرام، ولا تدخل. كذلك يا إخواننا، وحمى الله محارمه، الحاجة الحرام ما تاخدناهاش ولا تقترب منها. هنضرب مثل، سامحني. شوف ربي تبارك وتعالى، لن تجد في القرآن الكريم يقول أن الزنا حرام، فيش آية كده، فيش إيد كده أبدا، فيش أبدا في القرآن آية تقول إن الزنا حرام. لكن قال الملك ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا الزنا أنك أنت تفتح مسار لنفسك. أدي الشبهات يا أخوانا، وأدي الحدود في الاستهانة بها. كلمة حلوة مع مش عارف مع زميلتك في الشغل، الكلمتين بقوا ثلاث كلمات، بقوا سبع كلمات، بقوا مجلس كبير جدا، بقوا والله ما أقدر أبطل. أصلك أنا بتكلم وأنا برتاح معاك، وانت يا حاجة ترتاحي معايا. خلاص ارتحتي، يبقى ربنا يسترها. صليتم على رسول الله. بدأ بعد الكلام نتناوش شوية مع بعض، ونبدأ نهزر بالإيد. ما خلاص دخلنا، ما قلتلك انت ما تروحيش شغلنا. على فكرة انت سبتيني امبارح، ايه حاج امبارح ما كانش كلموا بعض، لكن الشيطان دخل بهذا المدخل. كلمة طيبة، كلمة بعدها كلمة، بعد الكلمة إشارة، بعدها لمسة، بعدها ده. واحد صاحبي بيقول لي الزمايل مع بعض، سيدات ورجال بيخانقوا مع بعض. ما انا قلت لك ما تعملش كده، واخدها تحت كتفه ويضرب ضربه. ايه ده حجه؟ ده ايه ده يا اخوانا؟ ايه ده يا اخوانا؟ ما قال الله لا تزنوا؟ الله قال لا تقربوا الزنا. خلي حدود بينك وبين المعصيه. لاجل ذلك حرم الاسلام السلام. ليه السلام حرام؟ ايوه حرام والله. سيدنا النبي علمنا أن السلام على المرأة الأجنبية لا يجوز، ما ينفعش، وتمسك إيدها كده، وأخباركم إيه، وأنت ماسك في الإيد برضه، وعاملين إيه، وابنك دخل إيه، والله الواد ده طول عمري بقول يا حاج سيب إيدها. لما خلاص إحنا خلاص كده. وبعدين أقول لك هو تشدد ده؟ طب وبعد لمس الإيد هنعمل إيه؟ وبعد الضحكة هنعمل إيه؟ طب والله أنا عايزك تعال روح معايا المشوار ده. يلا حاجة، ما احنا زي اختك. زي اختك؟ هو في حاجة اسمها في الدين اسمها اختك؟ ده زي ابوكي، زي ابوكي. هو ده في الاسلام في كده اخوانا؟ ابدا يا اخوان. لخص عم الشيخ، اسمعها من يوسف: الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. ده طول ده هم اتنين زي بعض، متربين مع بعض، متربين مع بعض. متربين مع طبيب، واحنا مشكلتنا فيه ده زي اخوه، لو شافها عريانة غطينا. اتقوا الله يا اخواني. الاعراض يا اخواني اذا اشتعلت مره واحده، العرض يا اخواني اذا خدش، نسال الله العفو والعافيه. لاجل ذلك الاسلام جعل من مات دون عرضه فهو شهيد على طول. اللي حيموت عشان عرضه شهيد. فالشيطان يدخل لك من المدخل ده. جميل اخواني. طيب يا رب اجمعنا مع النبي، يا رب واستر على اعراضنا يا كريم يا رب. قال: الا وان حمى الله محارمه، اي حاجه حرام ما تقتربش منها. الخمر حرام. واحد صاحبك قال لك تعال روح فرح فلان، قول له مش رايح. طب اقعد معانا وما تشربش. لا ما تقعدش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن من جلس على مائدة يدار عليها الخمر. عارف لعن يعني؟ يعني طرد من رحمة الله. ده عشان قعد بس يا عم، مش هشرب عنك، مشرب وقعت في الإثم. تعال الفرح الفلاني وفيه معاصي، ما تروحش. الله يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يختم النبي الحديث فيقول: ألا وأن في الجسد مضغة
حتى أدي حتة اللحمة كده، إذا صلحت الحتة اللحمة دي صلح الجسم كله. وزنك 100 كيلو، وزنك 70 كيلو، فيك حتة تطلع لها 3-4 جرام أدي المضغة. إذا صلحت دي صلح الجسم كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ألا وهي القلب يا أخواني. من أكرمه الله بقلب يعرف الله ارتاح البدن وارتاحت الأعضاء، لأنه دايما يخاف من الله، دايما قريب من الله. لو عرضت عليه كنوز الدنيا ولا نساء الدنيا إخواني في الله، ولا كل ما حرم عليه يقول: لا إني أخاف الله. أي والله، قل معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. لما يقول له تعال روح، مش يقول: أبدا ما أقدرش والله، ازعل مني، ما أنا سامحني، ما أقدرش أروح. قلبه خلاص نظيف. طب والذي اتسخ قلبه، يعمل كل حاجة شغال فيها، أي حاجة ما بتفرقش معانا. يقول لك: والله ما بتفرق معانا. الله الله الله. طب وفي النهاية، وفي النهاية يا إخوتي لا تنسوا، إذا كان الله رحيم وغفار فإن الله سريع الانتقام، سريع الحساب، قوي شديد العقاب. أيها الإخوة الأكارم، يقول النبي: ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا يشرح قول ربنا: ألا صليتم على رسول الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. قال ربنا تبارك وتعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيها الإخوة الأكارم، فخلاصة القول أن الأعمال إما حلال فافعلوها فإنها فيها مرضاة الله. اسمع، والحلال افعلوه، والأمر الثاني الحرام إياكم والاقتراب منه. صليتم على رسول الله. ثلاثة، الأمر المشتبه فيه ابعد فيه حفاظا على دينك وعرضك. أسأل الله رب العالمين رب العرش العظيم أن يرزقنا من فضله، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يسترنا، وأن يستر أعراضنا، وأن يستر بناتنا، وأن يستر نساءنا. اللهم اغفر لنا كل غدرة غدرناها، وكل فعلة فعلناها، وكل خطوة خطوناها، وكل أمر لا يرضيك يا رب. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا. اغفر لنا هزلنا، اغفر لنا جدنا، اغفر لنا عمدنا، اغفر لنا خطأنا، وكل ذلك عندنا. اللهم ثبتنا وثبت قلوبنا، ونظف قلوبنا، وطمئن قلوبنا، وبارك لنا في أولادنا، بارك لنا في بناتنا، بارك لنا في بناتنا. اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. اللهم اكفنا شر أعراض الناس، واحفظ أعراضنا من الناس يا ذا الجلال والمنة. اكشف الكرب والهم عنا. اللهم اكشف الكرب عن إخواننا في غزة، استرهم وانصرهم وأيدهم ووفقهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. يا رب لا تخرج صاحب حاج من المسجد ولا امرأة من المسجد لها حاجة أو له حاجة إلا يسرت أمورنا جميعا يا رب، وسعت أرزاقنا، وحسنت أخلاقنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا وأجلنا. والله أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.